ونقدم وصفة أرز خليجي مع دجاج الروضة ونطبخ سوا مع دجاج الروضة. في طبق هحط الزبادي، زيت الزيتون، عصير الليمون، معجون الطماطم، الكركم، القرفة، الكمون، الكزبرة، البابريكا، الشطة المجروشة حسب الرغبة، والملح، الفلفل الأسود، الزعفران المفتت. هقلب كل هالمكونات مع بعضها لغاية ما تختلط كويس. هذه الخلطة هنستعملها لتتبيل الدجاج. نضع الدجاج في الخلطة باستعمال السكين. بعمل في الدجاج ثقوب، وحوزع التتبيلة على الدجاج بهذا الشكل، وبترك الدجاج جانبا. بحتاج أستعمل قدر أقدر أدخله الفرن. بضيف الزيت، ممكن أستعمل زيت وممكن أستعمل خليط من الزيت والسمن حسب الرغبة. حضيف المسكة، عود القرفة، حبات اللومي، ورق الغار، الكمون، الكزبرة، اليانسون، القرنفل، وحبات الهيل الصحيح، وأقلب هالمكونات مع بعضها. حضيف الرز، وأقلب هالمكونات مع بعضها. حضيف الفلفل الأسود، هقلب الرز وأضيف المرق، والمي، حضيف الطماطم وقلب، حضيف قرون الفلفل، الشطة حسب الرغبة، وحضيف بعض من شرائح البصل. حنغطي القدر بقطعة من ورق الفويل وأعمل فيها تجويف بسيط. نتأكد إنها مقفولة كويس من كل الأطراف بإحكام. هحط فوقها قطعة من ورق الزبدة، قطعة صغيرة بهذا الشكل، وبالسكين أعمل ثقوب في ورق الزبدة وورق الفويل الاثنين مع بعض. هأخذ الدجاج وأحطه فوق ورق الزبدة بهذا الشكل، وأوزع فوق الدجاج كل التتبيلة اللي كان فيها. باستعمال السكين برضو حعمل بعض الثقوب في الدجاج لكي يسهل دخول التتبيلة فيها. هأخذ قطعة من ورق الزبدة وأحطها على الدجاج، وأخذ قطعة من ورق الفويل وبرضو أغلف فيها الدجاج بإحكام شديد. أدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة ونصف. قبل إخراج المندي من الفرن ببضع دقائق بشيل الورق وبتركه لغاية ما يتحمر. وزيد رمضانك بركة مع أحلى طبق من دجاج الروضة.